يا جماعة دايما واربيست معانا، ما في فيديو حرفيا لعبناه لحالنا، بكل الفيديوهات لازق فينا. علشان هيك انا اليوم قررت انه العب لعبة فقط للاغنياء. اغنياء؟ انا مش غني. فقط للاذكياء. نعم فقط للاذكياء. فاذا انت مش ذكي انزل تحت حط اللايك واشترك في القناة واطلع من الفيديو، واذا انت ذكي اكتب لي في الكومنتات ان انت ذكي، واكيد لانك ذكي راح تحط اللايك وتشترك في القناة. يلا بينا علشان نشوف اللعبة مع بعض وعن شو بتحكي اصلا هاي اللعبة. طيب شباب، في البداية دخلت من هذا الباب لقيت نفسي في برج كبير وفي علامات غريبة فوق، ابراج وارقام غريبة، ارقام ما بعرف من وين جاي. شايفين؟ يعني هذا برج البقرة، هذا برج ال 69، هذا برج السهم. والله ما بعرف في ابراج هيك ولا لا. هذا الشيء اعتقد راح نستعمله بعدين كتيليبورت. اوكي اوكي يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. وزي ما حكيت لكم هذه اللعبه فقط للاذكياء، تمام؟ ايش بيحكي لنا هون؟ اكزيت ات ذا دور نمبر 3. 1 2 3 ايزي ايزي يس ايزي. طيب اوه ليه هيك مشقلب الدنيا؟ اكزيت ات ذا دور نمبر 2. هذا 4 واضح، هذا 2، هذا 2، هذا 3، هذا 2، هذا 2 صح؟ اوكي. Have no idea if anyone will ever dare read. ايش؟ Read this but my memories of this story must be noted down. No? What? خلاص هذا نمبر 2. يلا كويس. طلعنا. اللي بعده exit at the door number 3. 1 3 مقلوبة. اوكي لحظة، اذا قلنا الارقام مقلوبة اوكي upside down، هذا راح يكون رقم ما بعرف كم، هيك هيك وهيك. هذا رقم كم؟ 2. هذا رقم ايش بدك؟ اي باب 3؟ طب ايزي هذا 3. كيف يعني؟ طيب ما علينا ما علينا، هو الموضوع سهل بس بده شوية تشغيل مخ. نيجاتيف سبيس اوكي، نيجاتيف سبيس. اكزيت ات ذا دور نمبر 3. 1 نيجاتيف سبيس. ليتس جو ايزي. تعرف كيف عرفت؟ نيجاتيف يعني هذا اسود اوكي، النيجاتيف تبعه ابيض ماشي، يعني هذا ايزي. اوكي اكزيت ات ذا دور نمبر 8. اوه 10 ناقص 2 يساوي 8 صح؟ 10 ناقص 2 يساوي 8. ليتس جو. اوكي اكزيت ات ذا دور نمبر 3. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي هذا رقم 3 مبدئيا لانه هذا هيك لو حطيناه هون راح تصير هيك 3 تمام. هذا راح يكون رقم 1، هذا راح يكون رقم 4، هذا راح يكون رقم 2، معناته هذا رقم 3. وي مخ يا حبيبي مخ مخ. بريس تو ترانسليت. بريس ويت. اصلا عادي مش محتاج ترجمه. اصلا عادي مش محتاج ترجمه. اوكي يلا بسم الله. اكزيت ات ذا دور نمبر 2. اه عامل بيدو هيك 2 اشكر خلاص طلعنا. ايزي ايزي. اوه بس ليش اتشعب الطريق؟ ايش في؟ في شيء هون ويرد. The longer I stay here, the more I noticed. اوكي صح. لازم احرك بسرعة. Exit at door number 5. اطلع من الباب رقم 5. طيب ايش هذا المكان؟ اوه بامكاني اطلع من هون وخلاص اريح مخي. طيب اطلع من الباب رقم 5 شباب من الاخر.
اذا خسرنا راح نرجع من الاول. طيب هنا في ارقام numbers don't matter، الارقام مش مهمة. اوكي الخمسة يساوي ثلاث، الاربعة يساوي اربعة، الستة يساوي ستة، الثلاثة يساوي سبعة. مخي علق. الخمسة يساوي ثلاث، الثلاثة السوداء، الثلاثة السوداء ثلاثة. ها كيف يعني؟ طيب ليش ما نقول ان الثلاثة تساوي خمسة والاربعة تساوي اربعة والستة تساوي ستة والسبعة تساوي ثلاثة؟ وهون طالب منا نطلع من الباب رقم خمسة، ثلاثة بتساوي خمسة او خمسة بتساوي ثلاث. طيب بحكي لك الارقام مش مهمة. طيب اذا قلنا هذه النيجاتيف press to view hint continue the number of dark stick. What؟ ها؟ ها؟ count continue mean count the number dark stick. خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي ثلاث وثلاث ستة سبعة، هاي خلاص ايزي ايزي. ترى غشيتها، مش ايزي والله، مش ايزي جد. لو انا ايزي كان حلتها يا اخي. صعبة، كيف احلها لحالي يا اخي؟ ايش هذا الشيء الغريب؟ غير بهذا الشيء اللي فوق. لا والله صعبة. بس ترانسليت 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 خلاص. اوكي يعني اجينا هون علشان ناخذ هذه القطعة وبعدين نطلع من هون. اوه يعني يعني ممكن. اوه اوكي اوكي اخذنا اول تليبورت. هذا ايش المكان؟ اوكي هذا وين راح يودينا الحين؟ نجرب نفوت. فوت. اكسكيوز مي، رجعت من البدايه لو سمحت. اوكي تمام. يلا شباب بسم الله، اخذنا اول قطعه اللي هي اي شكل؟ وين الشكل اللي اخذناه؟ او ماي جاد والله عندنا كثير اشكال لازم نركبها. اوكي اخذنا هذه، بعدين بنشغل هذا وبصير شيء عجيب. اوكي يلا ليتس جو، نروح للمرحله اللي بعدها. شوفوا الماب كلها الغاز، وين ما اتجهت وين ما رحت في الغاز. تعالوا نطلع على لغز القلعه. تمام هذا هناك، نروح على ويت. الحين اذا رحنا هناك راح نشوف الاشكال اللي قاعدين نجمعها صح؟ لازم نحل كل الالغاز علشان نفتح الباب. اوكي يلا 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 لا نضيع الوقت، المرحلة اللي بعدها. طيب الصراحة ما بعرف هذه راح تكون سهلة ولا صعبة، ولكن واحد اثنين ثلاثة اربعة، هذه فيها الوان. Exit at the door number 3، يعني هذا اللون نمبر 3 صح؟ Remember the color. ريمبر مين يا حبيبي؟ ريمبر مين؟ اعطيني التليفون لانه انا ريمبر انسى ريمبر. ايوه حبيبي انا انسى ريمبر. نمبر 3 لونه ازرق. اوكي 4 ايوه يابا. رقم 4 كان لونه اخضر. طبعا انا ذاكرتي واو ما شاء الله، فعشان هيك يعني ما تفكروا اني غشيت لا سمح الله او شيء، يعني انا بعرف. ميكسينج بينت، اكلنا بطاطا. اكزيت ات ذا دور نمبر 5 يا حبيبي. اوكي اذا كان الاخذ الاصفر مش موجود، الاحمر كمان مش موجود، الثلاثه اكلنا سلطه. كيف؟ هيقول لي ادمج لونين مع بعض بيعطيك اللون. طيب add the color numbers to get the mixed color number. يا حبيبي اكلنا هوا يا جماعة، اكلنا هوا والله. اوكي
ايش وايش بيعطينا اخضر. اوكي فهمت. اوكي 2+3 تساوي 5 صح؟ 2+3 تساوي 5، يعني ايش الاثنين؟ احمر زائد ازرق بيعطينا اي لون؟ التليفون الثاني. جدول دمج الالوان على السريع حسب تحليلاتي وذكائي، وتفكروا ان انا دخلت جوجل وطلعت الالوان والحسابات، لازم نحسب رقم 2+3 اللي هو الاحمر والازرق. الاحمر والازرق بيعطينا لون بنفسجي تمام، او 1+4 اللي هو اصفر زائد اخضر. اصفر زائد اخضر بيعطينا لون اخضر بنفسجي. خلص احنا اكيد بنفسجي باذن الله. عمي جوجل فنان. جوجل فنان. ايش اوكي بسم الله، خلينا ناخذ هذا الشيء. اخذنا هذا بس لازم ناخذ الشكل. الو تعال، الو رجعني حجي. ايوه رجعني. ايوه لازم الحين نحل لحد ما ناخذ القطعه الاخيره. خلينا نكمل ونشوف الباب هذا. اكزيت ات ذا دور نمبر 5. نمبر 5 قبل شوي كان بنفسجي، بس هذا ايش الوضع؟ ها اونلي ميكسينج بينت. رقم 5 من وين؟ رقم 5 رقم 5 كان 2+3. 2+3 ايش كان؟ ازرق واحمر. احمر وازرق يعني هذا زائد هذا يساوي رقم 5. وين رقم 5؟ exit add. يا ساتر اعطينا هنا add the color of the number to the color of the door. what اوكي هذا نمبر 5. اوه ماي جاد كيف ما انتبهت يا ذكاء الهنتات يا اخي. اصلا عادي خلاص فهمنا الخدعه انه لون مع لون بيساوي لون. ماشي ميكس بينت اند نمبر. اوكي ماشي خلاص فهمنا. وين هذه؟ اكزيت ات دور نمبر 6. رقم 6 يعني بدنا اوكي 4+2. انا قاعد افكر، انا مو قاعد اشوف التليفون. 4+2 4 اللي هو لون اخضر وزائد لون احمر. اخضر واحمر بيعطينا برتقالي اللي هو هذا صح؟ 4 اخضر واحمر. اخضر اخضر زائد الو وين الاخضر؟ اخضر زائد احمر بيعطينا لون بني. في لون بني؟ لا. اوكي استنوا ويت ميكس كالر الالوان في بعضها. يا ساتر احمر زائد اخضر، احمر زائد اخضر لون بني. اصلا عادي. اوكي خلاص ايز 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 اجمع لون الباب مع لون الرقم تمام بسم الله. اي رقم؟ نطلع من الباب رقم 6. الباب رقم 6. 6 يعني بدنا 3+3 او 2+4. 2+4 يعني احمر واخضر تمام. اوكي 4 لا مش هذا معكوس. 2+0=3. 4+4=8. 3+2=5. الاصفر 1. ايش بسوي قاعد انا؟ ايش بسوي؟ 1+3=4 و3+2=5. طيب 2+4=6.
وات وات. اوكي هذه المرة تغير، صار بده يانا نطلع من الباب رقم 7. اذا حكينا الاصفر ما صعب والله. طيب الاصفر كان باب رقم 1. طيب الحين اوكي انعكست، يعني الاصفر هذا رقم 1. اوكي 1 + 2 = 3، ما علينا. اوكي الاخضر كان رقم 4 تمام. 4 + 2 = 4 + 4 = 8. 4 + 4 = 8. اوكي الاحمر كان رقم 2. 2 + 3 2 + 1 = 3. 7. الازرق كان رقم 3 والاصفر كان رقم 1 وهذا 3 + 3 = 6. ما في رقم 7 يا الحبيب. يا اخوان ايش اسوي؟ ايش اعمل في حالي انا؟ وين اروح؟ 4 + تعال يا اخي. كنت عارف انه والله كنت عارف انه غلط، حرفيا مخي سكر. طيب تعالوا نجرب طريقه ثانيه. الحين طلب مني ايش؟ رقم 4. طيب رقم اللون الاصفر كان رقمه 1. هلا راح نجرب بطريقه ثانيه انه نجمع لون الباب، يعني رقم الباب الاصفر اللي هو هذا. اوكي لون الاصفر كان رقم 1. طيب رقم 1 + الاحمر كان 2 هيك يساوي 3، ما لناش فيها. طيب اوكي اللون الاخضر كان رقم 4 + 2 = 6، ما لناش فيها تمام. اوكي لون الاحمر كان رقم 2 والازرق 3. الاحمر ايوه 2 والازرق 3 يساوي 5، ما لناش فيها. اوكي الازرق 3 والاصفر 1 يساوي 4. بس انتر حبيبي، انتر حبيبي. ايزي ايزي مش ايزي ترى، مش ايزي. لا اكذب على نفسي، مش ايزي والله مش ايزي. انا وين وين الو بسم الله. ميكس بينت اند نمبرز. اوكي ميكس دون نمبر 5. الباب رقم 5. باب رقم 5 يا اخوان. يلا مره ثانيه. الاصفر رقمه 1 والاحمر رقمه 2. الاحمر رقمه 2 تمام تمام حلو. طيب ايش اسوي؟ اوكي اي باب بدك انت؟ رقم 5 بدنا 2 + 3. طيب يعني احمر زائد ازرق يساوي 3. الازرق لونه 3، الازرق رقمه 3 والاحمر رقمه 2، فباذن الله الاحمر. لا يا اخي انا لا افكر، انا حرام افكر بصراحه. والله راسي انا فل. طيب نجرب نضيف عدد الرقم، يعني رقم 2 + 2 لون الاحمر زائد 1 يساوي 5. طيب الاربعه كان لون اخضر تمام. لا استنى شوي، اهدى. 4 + 4 = 8، ما لناش فيها خلاص مش تبعتنا. 2 تعال ايش صوتي صار بعيد. تعال 2 احمر زائد 1 = 3 تمام، ولون الازرق كان 3 + 6، ما لناش مصلحه. طيب الازرق 3 هاي 3 والاصفر 1. بسم الله. آه يا راسي يا حبيبي، هنا يوجد مخ. والله مخي يابس، مخي خلاص حجر راحت علي أنا. إيش فيه؟ I'm not dumb all these symbols are pure. إيش فيه؟ هذا حقيقة يعني. يقول لك الأخضر يا ساتر. 2 + 3 = 5 بنفسجي. اوكي في طريق من هون ولا خلصنا؟ خلصنا يلا، اخذنا الاشاره الثانيه هاي. فمش عارف والله يعني نروح ولا نكمل ولا ايش نسوي ولا يلا اللي بعد. الو اني شفت هون في ارقام. اوكي
اطلع من الباب رقم 4. 4 4 هو اخضر. اخضر رقم 4. والله 4 كان، والله كان رقم 4 يا اخي. طيب احنا لو اخذنا الهنت بيحكي لي there are many colored objects in the environment. Try to count them. اوكي البيئة اصفر اخضر اصفر اصفر ازرق احمر. اوكي هو بده الباب رقم 4، بده باب رقم كم؟ 4. اوكي 1 2 3 4 4 5 6 ملناش مصلحة. 1 2 3 4 6 اصفر اصفر. 1 2 3 4 اللون الاصفر. هنا يوجد ايش في يا اخوان؟ ايش هذا كله؟ ليه هيك الحياة صارت؟ ليه؟ كنا كويسين وحلوين مع بعض. اكزت ات دور نمبر 4 يا حبيبي. يا ساتر. الهند. The correct number matched the color of the door. الرقم الصحيح يعني نفس رقم الباب، نفس لون الباب. اوكي هذا 4 في ازرق، 4 ازرق. هذا 4 اخضر ما في، وهذا اوكي ايزي ايزي ايزي. ايش في؟ 7 6 5 4 3 2 1 0 بس ما بدنا. اوكي اوكي رقم 1 يا حبيبي. ايش في اخوان؟ ايش صار اللون الاسود هذا؟ ليش اج هند ديكم برو ذا دور كلر انتو سمبل كلر اند فايند ذا نمبر فروم ذم. وات انا حتى هذه الكلمه كلها ما فهمتها. ديكم مش عارف ايش ديكومبوس. لا مخي والله هنك. اسمع 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 هبدا هبد هبد. اوكي 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 تعال اورجيكم انا اصلا كل ما اطلع وارجع من وين بيرجعني. طيب شوفوا اخوان، شوفوا من وين بيرجعني. طلع تفضل رقم 4 الاصفر. اوكي هبد مره ثانيه رقم الباب على اساس راح تفرق معي يعني. 3 3 3 اطلع من هذا الباب. وات مستحيل يا اخوان. الهبد الهبد وسر شجاعتي مع الهبد والله العظيم مش طبيعي. فيكم وات انا هذه اصلا ايزي قبل شوي حليناها كانت سهله. والله العظيم هبتها، والله العظيم هبتها، هذه اللي قبل شوي خسرنا فيها احنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايش بدك اي لون؟ 4 4 4 ناخذ الاخضر، الاخضر كان لونه اخضر، كان لونه 4. يلا يلا خلاص ها. اوكي شباب، اوكي اوكي خلاص اوكي تمام. طيب شباب انا اقسم بالله لهون مخي خلاص، مخي صار كندرة. خلاص اعتقد لهون نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. اذا حابين ننزل كمان مره من هاي اللعبه، طبعا انا مخي نشف فيها، فاذا حابين ننزل كمان مره من هاي اللعبه حلقه ثانيه يا ريت تكتبوا لي تحت بالتعليقات. لا تنسى اللايك ولا تنسى الاشتراك. باي باي.